بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر عظم سلطانه وعم نواه. ربنا اجعلنا طيبين كما أنت تريد يا محب الطيبة ومحب كل طيب كريم. ربنا اجعلنا من مقدمة الرجوع إليك والرجوع إلى إرضائك بالتمام والكمال يا محب للإحسان. نرجو للآية: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون. وين مروا عندهم علامات، مش عينية فقط، علامات يد، علامات تليفونات، أزمان مش يتعداو تو، أنا عيونه قالونا راه ما ويعرفوا برواحهم ولا يبينوا مقاصدهم ولا يعبروا عن مخاوفهم عن مستقبل الجماعة اللي متساكلين والمجلس التوية، وهكذا يتغمزوا علينا بكل شيء. احنا من الدون ومن الأعلى، أعلى الدون احنا نتواضع لله، ولهذا الدون هذا لا يظهرنا، ولكن انتم في بالكم في القمة وانتم تحت الأقدام، وخاصة يوم القيامة مش تروا العجب العجاب اللي مخصوص به الذل. نسأل الله السلامة.